وجاء مخطط المغرب الاخضر وفكر ان باش نردوا للتعاونيات نردوا للحاله الهيبه ديالهم والقيمه ديالهم ويردوا من المكان اللي فاش كانوا. اولا بدعم هذه النحاله الصغار بخلايا النحل المملوءه والفارغه، كذلك المواكبه التقنيه لهذه النحاله باش يعرفوا كيفيه التعامل مع تربيه النحل بطرق عصريه، كذلك مواكبه قدرات النحاله عن طريق الفلاحه التضامنيه. مثال هذا المركب اللي كانت تواجدوا فيه اللي تيخدم بثلاث ورشات، الورشه الاولى اللي فيها صناعه ونجاره الصناديق وخلايا النحل، وكذلك اعاده تدوير الشمع لاستفادة المربي النحل من شمع نقي غير ملوات، كذلك تربية الملكات، وتنعرفوا تربية الملكات وما لها من دور في إعادة النحلة الصحراوية المثابرة المجتهدة اللي كانت عندنا في المنطقة واللي كادت أن تنقرض، وهذا كان خلقوا ملكات منتجة لواحد لاسوش واحد الفاصلة ديال النحلة الصحراوية اللي نقية، وهذا يتم تلقيحها داخل المختبر هنايا، ومن بعد ما تتربى كتوزع على النحالة باش يزرعوها في المناحي ديالهم. وبهذا الاجراء هذا غادي نكونوا ردينا النحله الصحراويه في المنطقه ديالنا، مع المراقبه المستمره لعدم ادخال الهجين كذلك او بعض الخلايا الهجينه للمنطقه باش نحافظوا على الانتاج ديالنا من العسل. المراحل اللي كتدوز منها تلقاح الملكه، اولا كنحاولوا ما امكن نختاروا واحد الخليه اللي كتوفر على نحل هادئ ومنتج، فيه واحد المجموعه تاع الايجابيات في العمل ديالو، خاصه هذوك الصفات كلهم اللي كيجيبهم صفات وراثيه من الملكه. هنا كناخذوا حنا دوك اليرقات ديال الملكه اللي فيها هذه الصفات هادو، كنحاولوا نجيبوها في واحد التقنيات خاصه للمختبر ديال التعاونيه. هنا كتدار ديك عمليات ديال الكريفاج اللي هي التطعيم، كيتحطوا في دوك الابراج الملكيه، دوك الكؤوس الملكيه. من بعد ما كنكونوا وجدنا واحد الخليه يتيمه اللي كنحطوا فيها دوك اليرقات التربيه، تما كنتوصلوا تما كتكون عند كنحصلوا على دوك الملكات. في نفس الوقت حنا عندنا حاضنه في حاله ما تسناش دوك الابراج النمو ديالهم يكمل في الملكه، كنجيبوهم عندنا حاضنات كتكمل النمو ديالو، وبالتالي كنستعملوا اقفاص جديد خاصه بالنسبه للملكه. وفي المختبر كتدار تلقيح اصطناعي اللي كنحترموا فيه، اللي عندنا الات جد متطوره وكنحترموا فيه جميع الشروط ديال السلامه ديال ديك الملكه اللي غادي تعطينا واحد الملكه ممتازه ملقحه، وهي اللي كتخدم في المنطقه. كنت نروحوا في التعاونيه عده اهداف، منها الاهداف المقاولاتيه الاجتماعيه، يعني احنا كتعاونيه ويني داخلين في واحد النظام ديال المقاوله الاجتماعيه. حنا دابا التعاونيه قادره على المشاركه في الصفقات العموميه اللي بنصتها الدوله، وكذلك حنا عندنا تنافسيه في المشاركه في اي صفقه عموميه اي حجم كيما كان في هذا القطاع ديال سلسله تربيه النحل. كذلك التعاونيه الاقليميه عندها واحد الوحدات رابعه ديال تثمين العسل ومشتقاته، هذه الوحده هذه متوفره على رخصه السلامه الصحيه، كذلك السلامه الصحيه كذلك كتضمن واحد العدد ديال الاليات اللي كنخدمهم في هذا التثمين ديال هذا المنتج هذا اللي هو العسل ومشتقات دياله.